ماشي شوف 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 السلام عليكم ورحمة الله. يونس السعيدي المنسق العام برنامج العمل الخيري بجمعية تبيدي تضامن والتعاون بطنجة. هذه المبادرة عملناها باتفاق مع مجموعة ديال جمعية تبيدي بطنجة طنجة التربية ديال الوطن وعزو هذوك الناس اللي في وقوفات الضحايا هذه ديال الزلزال. حرصنا حنا كجمعية فات مقاطعة التوانين عملوا هذا المكان هذا اللي قريب للمواطنين كاملين اللي يقدر يساهم في أي حاجة قليلة ويجي من هنا. حنا بغينا نمشي نبعدوا اليوم وكذلك حنا كنتواجدوا في الأحياء هذه ديال السواني. لهذا هذا بعد كذلك كنشكر جميع السلطات المحليه على اللي وفرت هذا المكان هذا والشركه ديال اللي مكلفه بهذا الباركي. وبعد من كذلك ادعو جميع ساكن مدينه طنجه وساكن احياء السواني باش يلتحقوا بهذه القافله هذه التضامنيه اللي غتمشي للمنطقه ديال التاويل ان شاء الله تعالى بهذه الليله هذه ان شاء الله تعالى. نعمروا هذه الرموكه ونعمروا شي رموكه اخرى واللي ملا واحد ثلاثه ولا اربعه ديال المايكرا صالة بالمجاهدين كاملين ان شاء الله تعالى. كاين ناس دابا كيساهموا كيتبرعوا دابا ان شاء الله. احنا بدينا من ثلاثه احنا هنايا كاين ناس كل واحد كيجيب شويه 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 الحمد لله الناس باغي كيتوردوا. كاين الناس اللي كيجيو مواد غذائيه كيجيو ملابس كيجيو افريشه كل واحد شنو كيجي. دابا بدينا كنجبدوا الاواني المنزليه الناس بقاو كيجيبوا اواني المنزليه الناس اللي محتاجين هادشي دابا في هذيك الدوار كنشوفوا باش يطيبوا ما عندهم فاش يطيبوا وما عندهمش يضاويو. دابا كنجيو الناس كدا كيجيبوا الشمع ويجيبوا الاواني المنزليه اللي غديو ديك المنطقه ان شاء الله تعالى. رساله للساكنه باش يجيبوا الساكن من طنجه كيف ما كنعرفوا على طنجه هو دائما بالخير ديالهم والجود ديالهم كذلك كنجدهم اليوم كيف ما ساندوا مجموعه ديال القوافل كذلك كيساندوا حتى القافله الشبابيه ديال جمعيه ديال الشباب يجيو من منطقه ديال كاسابراطا ويجيبوا المواد العينيه ما كنحتاج ما كنطلبوش فلوس غير المواد العينيه الاساسيه وكذلك يجيو يطوروا معنا. شكرا بارك الله فيك. معكم زكريا الشيري ممثل عن جمعيه سطيف اللي هنا بمدينه طنجه. فكيف ما كتلاحظوا هاد الايام يعني في المغرب كامل ماشي في طنجه وحنا اللي هنا في طنجه كاينين قوافل ديال المساعدات للمتضررين ديال الاخوان ديالنا في اقليم الحوز اللي صابتهم ديك الفاجعه. اولا بدا كنترحموا على اللي توفوا والله يشافي الجرحى اللي باقي كيتعالجوا. فحنايا هنا كنتواجدوا حاليا في الباركينغ ديال المسجد السعودي اللي كاين حدا الجامع ديال السعودي. كنشارجي واحد الرموك ديال المساعدات اللي كنتلقاوها من عند المواطنين. المساعدات كيف ما كانت كيف ما كتعرفوا كاين الملابس الاغطيه الادويه المواد الغذائيه من الماء والى اخره. فسبقونا ناس اخرين جمعيات اخرين مواطنين اخرين بليرموك اللي تشارجوا البارح واللي البارح حاليا على حسب اللي توصلنا به تقريبا ما بين 23 حتى 30 شاحنه اللي تحركت من طنجه واللي باقي غادي تتحرك. فهذه من ضمن ديك الشاحنات اللي كاينه حاليا. فكنوجهوا النداء للساكنه ديال طنجه وخصوصا المجاوره هنا الاحياء ديال كاسابراطا السواني كاستيا انهم يلتحقوا بنا هنايا ويجيبوا المساعدات اللي كان يعني ما كاينش شي شروط محدده اللي كان مرحبا به. فاحنا هنا مازال كنشارجوا من هنا حتى تشارج الرموك كامله ونقدروا نبقاو حتى الساعات متاخره من الليل. الهدف ديالنا هو ان نشارجوا هذا الرموك كامله عاد نتحركوا ان شاء الله من اقليم الحوز غادي يتحركوا الدراري ديال الجمعيه وبعض الجمعيات ديال الاحياء المجاوره هنايا. فمرحبا بالجميع وكنتمنوا ان هذا النداء يوصل وهذه النقطه المضيئه هنايا في الوطن ديالنا الحمد لله وان كامل بنا في هذه الفواجع اللي كتصيب الوطن كتجبر المغاربه كاملين يد وحده وهادشي كامل شفناه ولاحظناه. ف الجميع ما كيخيبش الدونون ديال
الضن ديال لا سواء الضن ديالنا ولا الضن ديال الاخوان اللي تضرروا، فمرحبا بالجميع وحنا كنتصادروا اي مساعده توصلنا. هادشي اللي كاين. علي من طنجه، حنا دابا كنتواجدوا في كاسابلاطه حدا الجامع التساعدي. حنا دابا حاليا جبرتونا كنخرجوا في الرموك الاولى ان شاء الله. كنتمنوا من مدينه طنجه ويعني طنجه كامله، كنتمنوا اي واحد عنده اي حاجه، ماشي مشكل اي حاجه اللي جاب باش مسخ الله مرحبا به. حنا اي حاجه حنا باقيين هنا يحسن لنا ان شاء الله، ومغرب معروف عليه بالجود والكرم. حنا اخوان كنتعاونوا مع بعضيتنا، وهذه ازمه ودايزه، وكنتمنى من الله عز وجل يتقبل منا ومن الجميع ان شاء الله. وشكرا لكم. السلام عليكم، معكم داود كصفتي مستوى جيل هنا. كنتمنى الناس يجيو عندنا بكثره، والحمد لله الناس كنشوفوا مازيين، كلشي مازيين، منتوجات كلشي كيعاون، والمغاربه اللي كنعرفوهم. وتعزينا حر العائلات الضحايا الزلازل حوز منطقه تارودانس والزازات، وكنتمنى الناس يبقاو هكذا تنساليو هذه المبادره. شكرا بزاف للخوت. السلام عليكم، معكم بلال الاخروف رئيس جمعيه بلادي للتضامن والتعاون طنجه. اليوم كنتواجدوا امام مسجد محمد جامع السعودي، وهذاك في الباركي ديالو كاين واحد الشاحنه هنايا، كاين واحد قافله تضامنيه للناس اللي تضرات في اقليم ديال الحوز، ومناسقات مع جمعيات اخرى. بالنسبه لهاد القافله ان شاء الله بدينا اليوم في الاربعاء ديال العشيه، غنمروا الشاحنه اليوم ان شاء الله، والباقي ان شاء الله شاحنات اخرى. بالنسبه للمواد اللي كيحتاجوها اللي ركزنا عليها هي الالبسه والاغطيه والفروشه الى اخره، مواد الغذائيه الحليب ومشقاته، كذلك الزيت سكر طحين اتاي، مهم مسائل اللي كيحتاجها الانسان يوميا. وكنشكر الناس اللي كيتعاونوا معنا، وحنا باقيين هنايا، وكنطلبوا من الناس يزيدوا يعمروا معنا هذه الشاحنه هذه وعلاش شاحنه اخرى ان شاء الله. شنو هي المنطقه اللي متجهه ليها؟ منطقة ديال الحوز ان شاء الله، تارودانت. المهم شيفور هو اللي غيتكلف تما، وكاين تنسيق مع الاخوان تما، غيشوفونا البلايص اللي اقرب للناس اللي مضره بزاف. طبعا الحال كاين تنسيق مع السلطات بخصوص هذا الامر. طبيعة الحال الامور مضبوطة، لا بالنسبة هنايا لا بالنسبة لتما، جميع السلطات لا في العلم ديالنا. المهم الانسان الاخوان كلشي عامل بواجب ديالو ان شاء الله. شكرا، تحياتي. نعم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.